هيدا اليوم لقلنا لقلنا وبس. ولو دور صامت. كيف وصف بديع أبو شقرة دوره في للموت؟ هو البريك بالمسلسل. للموت للموت. هي كانت نهاية سحر وريم بنهاية للموت 2، وهالشي صار من بعد تصفية الحسابات اللي بدأت من بعد ما فقدت سحر حبيبها أمير اللي لعب دوره بديع أبو شقرة عن طريق القتل ومن أقرب الناس إلها، وهذه كانت نقطة التحول بالعمل. والله لألعن أمك يا دني. وهون دخلت كارمن لبس على الخط بشخصية أخته ثريا. مشواري معك بعد ما خلص، قصدي ما بلش. كارمن لبس شقيقتك بالمسلسل جاي تاخذ لك حقك اليوم بين كارمن وماجي. انت شو بتوجه لها رسالة لكارمن؟ كارمن شو بدك توجه لها رسالة؟ كارمن ما فيك توجه لها رسالة. كارمن فيك تنطرها هي شو بدها تعطيك رسالة. الزملاء بيعرفوا قديش نحنا كتير مندعم بعضنا وكتير منكون حد بعضنا وكتير بدنا نوصل وبدنا نشتغل وبدنا نعمل يعني فن مثل النحت. أنا بنت شارع، أنا بنت شارع. وهيك نشتغلوا على هالمسلسل بكل التفاصيل، إن كان بالقصة وأحداثها، السكريبت والحوارات اللي سمعناها بين الشخصيات، وطبعاً إلى جانب الأدوار المختلفة اللي قدموها مثل شخصية أمير. هذا الدور أخذ كتير وقع عند الناس، وقع جماهيري، أنت وماجي بغصن. خبرنا أنت كيف تلقيت هذا النجاح؟ تلقيت نجاح المسلسل ككل، لأنه هذا المسلسل هو بالحقيقة نوع من عصرنة الدراما بطريقة حديثة، يعني من الكتابة للإخراج للتمثيل للمواضيع للجرأة للحقيقة للواقع، في عصرنة للدراما وما في لعب مع العواطف مجاني. هيدا النجاح كان كمان له طعم خاص، وخصوصي مع هيك إكيب، مع هيك ممثلين عظيمين إلي الشرف أعمل معهم ولو دور صامت. دورك صامت تعتبر؟ لا مش صامت، بس دور يعني مثل كأنه ما بعرف شو بدي سميه، بس هو لأنه هو البريك بالمسلسل، هو الرياحة بالمسلسل، قصة الحب، هو الرومانس بالمسلسل اللي عم بتساعد الأجواء. مشان هيك كان دور على قد ما هو سهل على قد ما هو حساس وصعب. صح، فرغم كل الأحداث الأكشن اللي شهدها العمل من خطف وقتل، قدر الثنائي أمير وسحر إنهم ياخذونا لمطرح ثاني من خلال هالسينز اللي ترجمت حب صادق. هيدا اليوم لقلنا لقلنا وبس. سمتك ماجي أو سحر بالمسلسل أمير حياتي، صرتوا مطالبين أنت وماجي اليوم بثنائية لأنه لاحظوا الناس هيدا التكافؤ بيناتكم والكامستري. شو بتحب تقلها اليوم لماجي؟ هيدا الشغل اللي اشتغلته آخر فترة مثل كأنها عجنت حالة وكبت حالة للجمهور بشكل جديد، وهيدي ما حدا بيقدر يعرف صعوبتها قد الممثل الحقيقي. هيدا ما بيجي منا غير المصاري. عشو عم تلميح؟ ما عم لميح، عم بحكيها بالعربي المشبرح كمان. هيدا إذا ما قلتي خطفتيها للبنت. والكاست كله بهالعمل قدر يترك بصمة خاصة من خلال الدور اللي عم يلعبه، ابتداء من حنان اللي عم تلعب دورها رندا كعدي، وأحمد الزين بدور عبد الله، وكيرول عبود بشخصية سارية، وصولا للوجوه الجديدة بالدراما مثل ريان حركة، منير شليطة، خلين أبو رجيلي اللي أدوا أدوارهم بكل إبداع. عن جد بعتذر. تركني. طب لوين رايحة؟ تركني شيلك عني. هيدا المسلسل فيه أوفر دوز ممثلين، وبعتقد لاحظوا الناس، وهيدي الشغلة بتفيدنا بشكل كتير كبير لإلنا كممثلين لبنانيين. هيدي أكبر دعم لإلنا، يعني في أوفر دوز تمثيل مثل ما في أوفر دوز إخراج مثل ما في أوفر دوز كتابة. وبعد هالنجاح الكبير وين رح منشوف بديع نيكس؟ بعد هلأ ما بعرف شي، عم حاول هلأ ما أعرف شي، بقى عم نصور بتركيا هلأ للأم بي سي، شغلات نحكي عنها بوقتها، ما عندي فكرة هلأ، مثل الواحد اللي ضايع وناطر يعمل شغلة تفشله خلقه يعني.